مكملين حتى الماضي 3:30 ونبدأ في استقبال ضيوفنا. معنا بالتليفون ضيفنا الاول اليوم المحامي احمد التونسي، اكيد يتوزع في برشا الاسم هذا، صاحب الشكوى اللي تقدمت بالديسيزيون بتاع الجامعه بايقاف مثلا انتخاب النادي الافريقي والمحكمه الجزائريه كما تعرفوا الناس الكل، كانت حكمت للنادي الافريقي المحامي هذا وايضا المجموعه اللي معاه باعتباره كمنخرط في النادي الافريقي باستكمال المسار الانتخابي. فما تطورات في الموضوع بعد ديسيزيون بتاع الجامعه منذ يومين ومنذ يوم امس تقريبا إحالة الملف على لجنة الانتخابات وإعادة الملف أيضا للحكم للنادي الإفريقي. معنا أحمد التونسي للتعليق على الديسيزيون هذا. سيد أحمد أهلا بك. أهلا بك خويا سلام، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الكل. مرحبا. دونك كيفاش قريتوه أنتم سيد أحمد الديسيزيون هذا نتاع الجامعة بإحالة الملف من جديد على لجنة الانتخابات وكذلك إعادة للنادي الإفريقي؟ والله نجم عندي قراءة في الشكل وقراءة في الأصل. بالنسبة للشكل استقبلنا برحابة صدر، الجامعة ما أذعنت الحكم وخرجت قرار في ظرف 48 ساعة بعد اعتبار يوم السبت يوم الأحد معناها عطلة رسمية، دونك اثنين ثلاث في نهار الثلاث خرجت بلاغ كما ينص عليه الحكم، هذه من حيث الشكل وتضمن زيادة أنه إحالته على لجنة الانتخابات. أما من حيث الأصل عنا منقول حيث الأصل نلقاو حاجات نستغربوها الحقيقة في القرار هذا. أولا ما فماش دعوة صريحة، تقول أنت بالك يلزم تكون هكا بإيه ميسيرش. ثانيا الحاجة الثانية نستغربوها أنه وقت اللي جاء تكليف من جمعية الإفريقي مرة الأولى الجامعة أحالته أو المكتب الجامعي أحاله على الكاتب العام والكاتب العام أحاله على لجنة انتخابات مستقلة، معناها هذا المسار في بالي طبيعي كما خذاه مرة الأولى، دونك نحن هذاك على هذاك بنينا وطلبنا من المحكمة باش يكون هذاك المسار هو بيدو معناها يتعاود باش نبداو معناها الشكل الصحيح ونبداو في بالتوازي مع الصياغة والشكلية الأولانية. مش مشكل نتجاوز حكاية الكاتب العام. في الأصل خويا إسلام الجامعة التونسية لكرة القدم حط زوج جمل أو ثلاثة جمل غراب. الجملة الأولى أنها معناها أحالة الملف لهيئة النادي الإفريقي، في حين نحن الحكم ما يقولش نحيل الملف لهيئة النادي الإفريقي. أكثر من ذلك الحكم في حيثياته يعاين انحلال لهيئة النادي الإفريقي. راهو جاوبت الجامعة قالت في وسط القضية قالت راهو النادي الإفريقي هي اللي اتجهوا ضدها القيام، يا أخي جاوبتها المحكمة راهو في الحكم وقالت لها راهو عاينا انحلال الهيئة عملا بالفصل 35 من القانون الأساسي وعملا أنه معناها من القائمين بالدعوة جابوا لنا مفيد الاستقالات، وأكثر من ذلك سبورتي على الفصل 7 من القانون الأساسي النادي الإفريقي اللي يقول لك راهو يعلم العموم بالقرارات هذه عن طريق معناها الصحافة المكتوبة والمسموع به. دونك كذا نستغربوه. الحاجة الثانية اللي نستغربوها زادة انه قالت في الجمله تاع راو المكتب الجامعي له سلطه فعلا هو على اللجنه المستقله للانتخابات، باش تقول لي من الجمله تظهر للعباد عاديه، انا نحن ما تظهرش عاديه. علاش؟ خاطر كي نحطوا الامور في اطارها القضاء راهو عنده سلطه على الجامعه وعنده سلطه على اللجنه المستقله للانتخابات وعنده سلطه على سي الكاتب العام، هذا راهو نص الحكم ونحن رانا ندعم الحكم ماناش مخيرين باش نقولوا رانا ما عندناش سلطه، راهو نحن هكا طبقنا وبعد كان ما اذعنت لكم شرا ولجنة مستقلة الانتخابات هاكا شكيو بها هي معناها هذاش نستشف منه. بون ممكن تكون قراءة معناها نحكي في المطلق. الحاجة الأخيرة في الإسلام أنه في الأخر يقول معناها واللي هي مستقلة وما عندناش عليها سلطة هي معناها رفقة أجوجية، خاطر نحن الحقيقة ما نعتقدوش في هذا. حاجة واحدة أخرى بربي بالمناسبة باش نوضحوا للرأي العام انفوبرتوت، خاطر في الهيئة المنحلة ولا الناطقين بأساميها اللي تم إقالتهم وعاودوا يخرجوا تو ينقوا بأساميها يحكيوا برشا على حكاية أنه ديما ينزلوا يحكيوا في حكاية المحاكم الرياضية. مادام تو انهارات هلال الشاب قاعدة تتعاقب ورئيسها قاعدة تتعاقب، بالمناسبة تو الرابطة ولجنة الروح الرياضية تعاقب في رئيس جمعية مثلا وتعاقب مثلا في جمعية، نجمش تعاقبنا نحن كمنخرطين في النادي الافريقي.
ما عندي اي سلطة عليك. للتدليل بركه اللي رانا ما نخضعوش للقانون تاع كره القدم المحترفه اللي تخضع له الجمعيات واللاعبين والمسؤولين. معناها جوست هذا جواب. ما فهمتكش تحب تقول. جواب على كلام قاعد يقال الجمعه اللي فاتت كل الناس قاعده تسال فيه مثيرش الفرصه خاطر احنا رانا مغيبين اعلاميا. اللي راهو به تو نخلي لك الكلمه ما عرفش هذا موقفنا. ما تحسش هما اللي مسبقين سوء النيه سيد احمد؟ كي تقول لي من عاش الجامعة حتى البارح خرجنا تدوينة في شكل إعلام وبعد تراجعنا عليها قلنا نزيد ونستناه خويا لجنة المستقلة الانتخابات بالك سوى دي الجري ولا المكتب الجامعي مالكم في وراه نحب نوصل رسالة من خلالكم راهو من أول ما بدينا معناها الإجراءات راهو مالكم في والتو راهو مالكم في نقولوا نحن بالك تمشي لجنة المستقلة الانتخابات فيها رجال قانون معناها محايدين واحد يطبقوا القانون يعرفوا اللي وقت اللي حكم قضائي راه ملزم عليهم معناها مش مخيرين باش يطبقوا ولا ما يطبقوش بالك يتعاطوا ايجابيا ونحن راهو كان لاحظت خويا سلام معناها ملي بدينا الحكاية وحتى بعد حصلنا على حكم عمرنا حكينا بمنطق الخصومه وعمرنا حكينا بمنطق الغلبه وعمرنا جبدنا مسؤول ولا عضو جامعي ولا مكتب جامعي ولا ديما حتى وهذيرا ويلوموا علينا برشا ناس كل كيفاش انتم غالبينهم قرشتوا حكم لاول مره في التاريخ بالطريقه هذيك معناها واستغلتوا ثغره في القانون شو وصلتوا معناها وصلتوا للحق نتاع الناس اللي جات وانخرطت ومن طون تحكيوا بمنطق رانا مانيش خاصين اي بالحق احنا مانيش خاصين وراه الهدف نتاعنا بالحق ان تكون جلسه ثانيه وانه نخدم معناها نحترموا القانون الاساسي نتاع النادي الافريقي وفقط معناها ولا معناها عندنا مصحه ولا غايه غير هيك على هذاك ديما مانيش معناها كيما قلنا احنا مخاصمين المكتب الجامعي ولكن راهو وقت اللي معناها باش نحسوا اللي قاعدين معناها سامحني في الكلمه قاعدين نتعرضوا للعمليه نتاع تحايل ما نقولش تحايل تحايل ولا باش زعما معناها زعما باش يعديوها علينا ما كيك نوليو نتغشوا كيك نوليو نحكيو بمنطقه الخصومه وكيك نوليو نحكيو بالسوء النية تو نحن مازلنا لو نحن مازلنا نحكيه بحسنية وننتظر في التعاطي الإيجابي مع القرار الاستعجالي هذا في الأخير قالت الجامعة السين في القرار ويتعرف اللي هو معنا اللي نمتحها من قبل التنفيذ ونعرف اللي أراء القانونيين العبيد اللي قرأت الحكم واللي تعرف اللي صعيب برشا الجامعة كانت تنقل القرار في الاستئناف على هذاك نحن زي كل شكلية تعطينا نحن اللي به الفايدة دي السيد احترموا قانون الاساسي بتاع النادي الافريقي ونعملوا جلسه ثانيه ونحترموا اراده الناخبين والمنخرطين وخليهم هم يقرروا مصيرهم ومصير الجمعيه. نحس في كلامك انك عندك معلومات حبيت تعديها بين السطور سيد احمد ما عرفش عندكم معلومات اللي الجامعه عندها سوء نيه في الملف معناها؟ ما نقولش انا هو من المفروض نورمالمون تكون الجامعه انا قلت ما يكون فيه مش معلومات ولكن التعاطي الغريب ساعات مع حاجات معينه تحس انه فما عباد معناها هذه قلتها المره اللي فاتت وقت اللي دخل زميلي قلت لك راهو ساعات الحاجه تبدا بسيطه وتبدا قدام عينيك وتبدا تلوج انت كيفاش تعقد فيها تنسى البساطه تلمو معناها سامبل تلمو بسيطه تنسى معناها تنسى الاصل معناها فهمت حبيت نفسر اللي قاعدين يشيروا على المكتب الجامعي باش يعملوا العمليات هذه راهم قاعدين يغزروا للامور بطريقه معقده ياسر والاصل الاشياء اللي الامور ابسط معناها من اللي هم قاعدين يتخيلوا ونحن معناها قد ما هم يتعاملوا بالتعقيد نحن في الجهه المقابله قاعدين نتعاملوا بالتبسيط وذلك علاش قاعدين نوصلوا لحقوقنا قاعدين نقدموا نحن قدامهم قاعدين يتراجعوا. الجامعه ملزمه ما يفات في التدخل نتاعها قلت لي بتطبيق استكمال المسار الانتخابي بعد الحكم حتى الاستئناف ما يوقفش التنفيذ قلت لي هكا؟ انا مش القرارات القضائيه ملزمه على الناس الكل مش على الجامعه بس. القرارات القضائية والسلطة القضائية أي صار استئناف وحتى كان ثم استئناف هو قرار استعجالي الاستئناف فيه لا يوقف التنفيذ دونك ملزم ماني قلت لك عاد من حيث الشكل راهي الجامعة أذعنت راهي بداية إذعان هذيك في ظرف 48 ساعة خرجت بلاغ كما نطق به الحكم ولكن في وسط البلاغ ثم حاجات زايدة أنا نقول زايدة. ينسبقوا حسن النية ولا؟ أنا مسبقين أنا نستناو نحن مازلنا تو الموقف نتاعنا وردة الفعل نتاعنا نستناو بعد اللجنه المستقله للانتخابات فقط خاطر ثم هيئه منحله رفش الاخر في خصوص اعطاو الملف لهيئه النادي الافريقي خاطر نعرف زاد شنو كيفاش يخمموا معناها شنو يحبوا يعملوا وراو ننصحهم انا من المنطقه ميساج قول لنا شنو يحبوا يعملوا
لا لا خليني انا تو قاعد نقرا في قراءات، نجم نكون انا غلط، نجم نكون عندي شاسع واحد، اما خليني يوصلهم صوتي، معنا رانا بالمرصاد ونستناهم. نستناو في ديما في حسن النية. عندكم علم وقتاش لجنة الانتخابات باش تنظر في الموضوع؟ البلاغ نتاع الجامعة ما جاش فيه حيز زمني، ولكن مادام الحكم يلزم الجامعة والهيئة الانتخابات باش تعمل انتخابات في ظرف شهر من تاريخ اعلامها، نقولوا نحن تم اعلامها نهار 11 سبتمبر، نهار الاعلام ما يتحسبش، دونك نبداو نحسبوا من 12 سبتمبر، دونك هي فيها حتى ل 12 اكتوبر باش تعمل جلسة انتخابية، دونك واذا كان باش تعمل ترتيبات نتاع جلسة انتخابية وفتح ترشحات وغلق و تثبت في ملفات وتاخذ وقتها وكذا، نتصور معناها ما عندهاش برشا وقت باش تخرج لنا معناها رايحه في الموضوع او باش تدعى، نقول انا بالحل الحكم الاستعجالي هذا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك سيد احمد. يعيشك خويا سلام. يعطيك الصحه احمد التونسي دونك على كل تفاصيل مدينتنا بها اليوم بخصوص ملف انتخابات النادي الافريقي. موزيكا ثم مواصلين في بلاي حتى المطلع 3:30. باش تنقص من المصروف وتستحفظ على جيبك، باش تتبع بالارقام كل ما يهم الاستهلاك المصروف والزيادات، باش تلقى مواضيع تهم